سلام عليكم حبيبي، رجعت لكم تاني بعد ما فصصت اهو كرومبه وقصيتها. بصوا انا بعملها دلوقتي ايه، انا عندي حبه اطباق وعندي كيس تجفيف، ساعات بحط في ده وساعات بحط في ده. بصوا انا بسيبها كده طويله كده اهو، ولما اجي احشي اخد على قد الحشوه واعملها. دي كده بتفضل طويله عشان ما تاخدش معايا وقت، انا لفيته اهو كله، حتى فيه لسه الكمون ما يعملش اي حاجه الحصى ده، غير ما انت بتحطي كمون على المحشي. انا مش بحط كمون على المحشي، انا دلوقتي هجفف ده وان شاء الله انا اشتكى لي عمر هعمل معاكم حله بكره، لاني صلاه النبي الكرنبتين طلعوا ورقهم حلو وورقهم سليم جدا. بصوا الورق تحفه تحفه، ماسك نفسه وتلفيه براحتك مفهوش اي حاجة، وسليم لا مهلهل ولا اي حاجة. انا بلفه كده واحطه في الفريزر، ولما احب اعمل محشي بطلع قبليها بيوم على الفجر مثلا، اصلي الفجر واروح مطلع طبق طبقين يحلوا من تلجمة، عقبال الصبح اما اقوم اروح حاشية المحشي بتاعي، بيبقى الورق كأني لسه جايباه، لان انت مش مكملة سواهم. انا هعبي معاكم طبق كده عشان اوريكم اهو انا بعمله كده، ده كده ما بياخدش معايا وقت ولا غلبة ولا اي حاجة. انا بقطع على قد الكرنباية اللي انا على قد الصوبة اللي انا بعمله. ادي ده اول طبق، تاني طبق اهو مع بعضينا. صلي على محمد. أهو. يفضل كده ملفوف في التلاجة، يقعد من السنة للسنة ما بيجرالهوش اي حاجة. جميل وتحفة كرنبتين دول، طلعوا صلاة النبي. انا قلت ايه حبة صغيرين، لا بس طلعوا ورقهم جميل جدا، ولا واحدة مهلهلة ولا واحدة مقطوعة اهو. قلت عبيهم معاكم كده اهو اهو ملفوف، ما بيجرالوش اي حاجة ولا بينشف ولا اي حاجة اهو كده طبقين اهو. بعد كده انا بلبسهم ده كده برضو، ده علبة فيها غطا كنت انا جايباهم مجففة حاجات، وباقي عندي الاطباق دي قلت اعبي فيها كرنب اهو. بيبقى جميل جدا 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 تحفه كده اهو اهو. اما اجي اطلع يدوبك اقطع على قد الصوبه، صوبه الكرنب اللي انا بستخدمه اهو. تحفه، ده ليها غطاها اهو، هغطيها اهو هغطيها، واللي ملهاش غطا انا بلبسها كده كيسة، هلبسها معاكم بلبسها كده كيسة وبحطها في الفريزر. وده كانت الكرنبتين النهاردة اللي انا اشتريتهم من السوق، حبيت اوريكم تكفيف الكرنب ازاي، ما بسويهوش قوي، بخليه يدوبك ينزل المية تحسي ان هو بقى طري، بتطلعيه بيبرد شوية وبتقصقصيه بقى زي على قد ما انتي عايزة. الصوبة بتاعك اللي انت بتستخدميه عادي خالص، وبتحطيه في التلاجة بيقعد معاكي من السنة للسنة مبيجرالهوش اي حاجة اهو. هنعمل معاكم ان شاء الله حلة كده عشان نجرب الكرنب بتاعنا والمحشي بتاعنا شكله هيبقى ايه. وما تنسوناش في اللايك والاشتراك، وادي الخيار بتاعنا هو اللي احنا ملحناه، وده الحاجات اللي انا النهارده جبتها من السوق، حاجات بدأت ترخص وبقت جميله.
ما تنسوناش بقى في اللايك والاشتراك عشان ينزل لكم كل جديد. وانا بشكر الناس اللي دعمتني وما بنحرمش منها ابدا ابدا، ومحدش يكون زعلان مني. وما تنسوناش في اللايك والاشتراك عشان ينزل لكم كل جديد من بيت ايمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.